السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شوف إزاي نظبط اتجاه الشمال في برنامج الـ IIS. دي إيه؟ هتيجي هنا سن هوت اللي هو خاص بسن بوتيشن، تدوس عليه وتبدأ تظبط الزاوية بتاعتك. لما تدوس أوكي ما بيحصلش حاجة، تمام؟ هيحصل حاجة لما تيجي هنا في الموديل فيور، هيبدأ يجيب لك الحاجة في 3D. تقدر من هنا تشوفه من جميع الاتجاهات زي ما أنت عايز. أنا ممكن أقول له أنا عايز أشوفه من الاتجاه اللي هو لفوق فروم اباف. طيب لو انت جيت هنا على السهم دوت وغيرت الزاوية 3-0 هتلاقيه ظبط معاك. لو جيت هنا وخليتها 33 هتلاقيه ظبط معاك على الزاوية 33. يبقى هنا السهم الشمال بيخليني اظبط الزاوية تحتي السايت روتيشن اللي انا عايزها. ممكن اجي برضه من تولز واظبط المكان بتاعي اللي هي لوكيت. هذا بقى يقول لي انت المشروع بتاعك موجود فين، اللوكيشن بتاعك موجود فين، فتقدر تختار ويزرد تساعدك او لوكيشن اونلي اللوكيشن او الماب، او تقدر تظبط الدكتور والعرض زي ما انت عايز، وتقدر تظبط الوقت اللي انت عايز تعمل عليه الدراسه تقدر تعدلها من هنا. طيب خلينا مثلا ويزرد، طيب يقول لك سيلكت، تقدر تختار مثلا افريقيا هتجيب لك كل الدول، فتقدر تختار مثلا ايجيبت مثلا منها، فيبدا يجيب لك المدن، فكل مدينه تختارها بيبدا يظبط لك طول العرض بتاعتها، تمام؟ اوكي نكست. هنسال على الاشي ولا تستنى ذاتك انك الاشي نكست. هتحدد بقى السيلكت بتاعك اخترناها اوبشن 1 اوبشن 2. عايز انت الاشي بعد كده تقول له زي ما نظرت نكست فينش. طيب نظبط لك دي وين تو سيف كده، اوكي هيبقى يسيف لك المعلومات دي. او ممكن تيجي تاني وتقول له ماب، فيبدا يقول لك سيف المشروع ده باسم معين مثلا 22. الخريطة هو مش قادر يكمل نفسها. اللوكيشن تقدر مجرد تحدد اللوكيشن بتاعك، وتقدر تدخل بقية المعلومات اللي انت محتاجها، مش غير كذا من غير كذا الجغرافيا بتاعتك. الديزاين وزر داتا بيقدر هو يكتشفها من المكان بتاعك ويبدأ يديها لك هنا اوتوماتيك بشكل غلط. السيميوليشن وزر داتا تقدر تحمل الملف دوت من على الانترنت الموقع دوت.